حرارة تلامس منتصف مستوياتها الثلاثينية في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك هو الحال في العاصمة مسقط، وحتى المدينة المنورة تلامس 40 درجة مئوية ظهرا في مكة المكرمة، مع استقرار نسبي في الطقس في ظل توقع تراجع الأحوال الجوية غير المستقرة عن عموم منطقة شبه الجزيرة العربية والتي أثرت طوال الفترة الماضية، لكن مع تجدد تأثر مرتفعات الجنوب الغربي وصولا إلى اليمن بسلسلة جديدة من الأمطار الرعدية المتفرقة، أيضا مع نشاط متوقع في الرياح المثيرة للغبار والأتربة. هذا مشاهدينا، ويتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الأحد وغدا الاثنين عن عموم مناطق بلاد الشام، هذه المرة يشمل ذلك العراق وشرق مصر، لكن مع استمرار الفرص لبعض الأمطار الرعدية المحدودة في البادية وريف العاصمة السورية دمشق وكذلك على مرتفعات لبنان، بينما تشير التوقعات الجوية إلى بوادر حالة جوية جديدة من عدم الاستقرار مع وسط ونهاية الأسبوع الجديدة تعمل على تجدد هطل زخات رعدية من المطر تكون بإذن الله تعالى أقل شدة وشمولية من الحالة الماضية، لكن مع درجة حرارة مرتفعة هذه المرة. تلامس الحرارة ظهر الغد مشاهدينا 30 درجة مئوية متوقعة في غزة، مع منتصف المستويات العشرينية في بقية عواصم المنطقة. إلى اللقاء.